قالوا ومن هم النفلين الذين مرينا عليهم في الجدول الأول؟ الأب قالوا هم كائنات كما قلنا مائية وسيطة بين الإله إنكي والإنسان، ينقلون تعاليم إنكي ويؤسسون النواميس الحضارية التي تعرف الناس بسبل الحضارة. النفلين من هم؟ حول التوراتين الإبكال والمائية، لأنه السومريين يعتنون بالماء كانوا، حولوها إلى ملائكة مطرودة وساقطة من السماء، وربطوهم بالآباء والأنبياء ابتداء من شيت، واقترحوا أنه لا يجوز تزاوج بنات آدم مع أبناء آدم، ولذلك زاوجوهم مع بنات الناس، يعني ملائكة تتزوج بنات الناس فتنجب نسلا قويا حكيما يندمج أو يساعد نسل الآباء والأنبياء، وكان شيت أولهم. هذا التقليد موجود في الأبكال السومرية وفي الكبيرمة أو العماليق عند الكنعانيين أو الشاميين، اسمهم الكبيرم، واللفظ العربي له المتأخر هم العملاق العماليق، وهو ما يعرف عند الشعوب الحكماء السبعة الأوائل. هذا لهم الأبكال، هذا شكل الأبكال السومري القديم. شخص تقريب الأبكال اللحية له، وله دلو يسمونه بارادو، هذا الدلو ماسك بيده، وله هذه الشكل العام، ولكن هناك أشكال أخرى. هذا هو الأبكال الذي له لحية وله الغطاء أو العباء السمكية، باعتبار أن الشبوط أحد ناقلي المعرفة من أنكي إلى البشر، يعني يأخذون بالعباءة السمكية الشبوطية، يأخذوها ويضعوها باعتبارها، وهي هاي الحقيقة اللي بقت حتى في التقليد المسيحي والإسلامي واليهودي، عباءة البابا وعباءة الشيخ وعباءة الحاخام التي، وهناك عمامة له بطريقة أو بأخرى، وهناك مقارنات مغرية جدا الحقيقة في هذا الموضوع. نماذج منحوتة للأبكالو بزيرين سمكي وطيري، بمعنى أجنحة، سمكي زعانف ورأس سمكي وهذه طير، لكن توسع صار بالموضوع في، وحتى لو ترجعين العفو هذا اللي هو أربع أجنحة مثنى وثلاث في القرآن، اللي هم أجنحة الملائكة يعني، وكلمة جن بالسومرية معناها ريح، فهم هذول أبناء الريح، جن، كلمة جن احنا نستعملها بالعربي، لكن جذرها السومري كلمة جن بالضبط معناها الريح. ألوش اللي هو الثالث، أمر سريعا يعني تعذروني بسبب الوقت شوي، سأمر سريعا على هؤلاء. ألوش اللي هو إن من لو أن عند السومريين، اسمه الثوراتي ألوش، اسمه السومري إن من لو أن. أقول أن الملكية انتقلت من أريدو إلى مدينة اسمها باد تبيرا النحاسية الأسوار، وهي شمال أريدو بقليل، وحكم الملك الثالث إن من لو أن، ومعنى اسمه سيد التاج رجل السماء، وكان يساعده في الحكم حكيم أنهي دوجا، ومعنى اسمه الذي وطد نواميس الحضارة. الإله الرئيسي للمدينة كان اسمه نوجج، ومعبدها اسمه إيموش. لاحظوا نعم لكفر، احنا لازم نلتقط لنا شيء يعزز من وجهة النظر. إيموش اسمه إيموش، لاحظوا اسم إيموش قد قريب من إيموش اللي هو معبدها، ومعها قرينها ديموزي الملقب هنا بالملك إيموش. إيموش أخذ الاسم وتحول، لأنهم ما يدون يقولوا الأسماء الحقيقية، يدون يعطوها صفة عبرية فونتيك عبري، إذن هذا هو المناسب وحولوها إلى إينوش. أخذ العبريون اسم إيموش وحولوه إلى إينوش الذي معناه إنس، إينوس إنسان، يعني الإنس والجن، إينوس هو إنسان. إذن إحنا ما زلنا في الحقيقة كل الأسماء حتى نوح تشير إلى اسم إنس إنسان، يعني هناك نشم رائحة إنسان في كل هؤلاء العشرة، فهناك بوضوح شديد هذا الإينوش هو الإنس أو الإنسان قريب إينوس، لو نسوي إينوس هو إنس معناه إنسان. وهناك دليلان آخران على مصدرية الاسم، هو سومري اسمه أوانيس، عندنا في السومرية سيد الأبكالو اسمه أوانيس، إذن هو إينوش أيضا، يعني الاسم مشتق، يعني أنا جاي أدور على مصادر الاشتقاق حتى أعزز الفكرة. إذن عندنا أيضا هذا هو، والثاني عبري أيضا
الأول سومري هو أوانيس الكائن المائي، والثاني عبري هو ابن قابيل إنوش الذي أسس مدينة أطلق عليها إنوش، وهي هانوخ أو أونوك التي هي أوروك التي تقابل بات تبيرا وهي جارة لها. هذا هو الصور الحفرية، الصور الآثارية. هذا هو أوانيس، هذا بصيغة آشورية متأخرة، لكن هذا رقيم سومري. هذا هو أوانيس، لاحظوا الجسد السمكي، هو نصفه سمكة، أو هنا طورت المسألة في هذا الرقيم، نصفه سمكة أصبح ونصفه الآخر بشر وهكذا. أربعة، قينان الأب الرابع. قينان إن من قال أن اسمه، إن من قال أن الملك الرابع، ومعنى اسمه كاملا هو سيد التاج عظيم السماء، حكم في بات تبيرا وحكم معه الإله الحكيم إن من قالانا، ويعني اسمه سيد نواميس الحضارة العظيم هذا، أو العلي أو المتعالي. حوله التوراتيون من قال أن إلى قينان، لاحظ الاسم تحول من قال أن إلى قينان، ومعنى اسمه مقتنى أو اقتناء أو حداد. زوجته هي موا ليليث التي هي قريبة من اسم ليليث السومرية، وهي الوجه الباطني لحواء الذي وصمت بالشر، وذكروا أنه سكن في مدينة حلوك أو أوروك التي هي مدينة المهن والحرف والحداد. هذه المهن كلها كانت محتقرة من قبل رجال الدين، وأنه نال الحكمة بعمر مبكر. هذا هو ديموسي، وهذه هي إنانا تحت شجرة الصفصاف التي يعتقد بأنها نوع من الطقس الحفل السومري في أكيتو، في صيغة إلهين عاشقين. مهلائيل، لاحظوا اسم جد بعيد، مهلائيل ديموس سيبا. ديموس سيبا هو الإله الراعي أو ديموس الراعي، هذا الملك الخامس في بلد. لاحظوا أسطورة ديموس ظل تتكرر إلى النهاية، لأنه هم ذول كلهم حتى في الضمير السومري هم ذول يعني يمثلون الإله ديموزي بشكل أو بآخر. لكن راح نصل إلى الملك السابع فتنقلب الآية، ترفض آلهة الخصب ويبدأ إله الشمس. الديانة تتحول من ديانة تراب وخصب إلى ديانة شمس، ثم نشهد الانقلاب الأخير عندما تتحول ديانة الشمس إلى ديانة هواء وريح، ويصبح إله المدينة هو إنجيل سيد الهواء. فلاحظوا الانقلابات داخل التكوين الثيولوجي أو الميثولوجي عند السومريين، كيف أنه يتدرج بشكل منطقي جدا يناسب تاريخ المكان. هذا الملك الخامس معناه ديموس الراعي، الابن البار الراعي، وهو المتماثل مع الإله ديموسي، ولا شك أنه تمثل أسطورة الزواج المقدس مع الكاهنة العليا ممثلة إنانا. أما الحكيم الذي ساعده فهو إنميلوغا، ومعنى اسمه الذي نشأ على أرض المراعي. أسطورة ديموزي وإنانا تصرح تقول بأن ديموزي قاوم شياطين الجالا، وهي مشهورة جدا في الذي يعرف هبوط تموز إلى العالم الأسفل. تموز هو نفسه ديموزي، لكن هذا اسم بابلي وهذا اسم الأول. ديموزي اسم سومري، تموز اسم بابلي. حوله التوراتيون إلى مهلائيل، ومعناه الإله البار أو الممجد، وقالوا أنه حارب جيش الشياطين مثل ما هذا قال بقيادة إبليس. هذه التفاصيل ترد في تلمود. هذه هي إنانا، لاحظوا هذه صورة نادرة وجميلة جدا، وصورة بعدها أجمل. هذه هي إنانا تذهب للعالم الأسفل، والختم في حدود 2230 قبل الميلاد من حجر الهيمتاي، وهذول هم لاحظوا هي واقفة هنا، وهذا الحقيقة حارس البوابة يقول لها الأسطورة إذا تذكروها انزعي تاجك وأقراطك، والباب نزعوها شيء إلى أن في الباب الأخير تصبح عارية، مما يعني أن الذي يذهب إلى العالم الأسفل يجب أن يذهب عاريا، وهذا حال المتوفي يذهب بدون غطاء بدون ملابس. يعني هذه هي، لا هذه هي إنانا، هذه هي الإله المجنحة هذه هي إنانا. الإله المجنحة إيشكي قال أختها، هي من تذهب أسطورة نزول إنانا إلى العالم الأسفل تذهب لأختها إيشكي قال، الوجه المظلم منها، الوجه الأسود لها، هذه تذهب إلى هناك
وهذه هذا جدا جميل، يعني هذا يمثل أسطورة نزول إنانة بشكل رائع جدا. هذه هي الإلهة عشتار، يطالبوها بنزع ملابسها وتحول إلى عارية، تدخل إلى بمواجهة إشكيغال التي هي أختها، فتقول لها لما أتيت يا إنانة، جابش هالمكان، فتقول لها إن أتيت لأحضر عرس فلان أيضا إله، تقول لها ولكن هذا غير موجود، فتقول لها أنت أتيت لكي تستولي على العالم الأسفل وتخرجين الأموات وتحييهم، يعني أنت متعلي على مملكتي، فتنظر لها النص يقول بنظرة الموت وتجمدها وتموت، إنانة تموت. هذه هي الصورة الجميلة جدا اللي تفسر الخصب في وادي الرافدين وفيما بعد أيضا حتى في بلاد الشام عبر البعل وعنات. يارد أنسيبازي أن الملك السادس في نرك، واسمه أنسيبازي أن، ومعنى اسمه كاملا السيد الذي ملأ القنوات بالماء أو السيد الراعي، واسم حكيمه كذا مرتبط بإريدو التي اشتق منها اسم يارد. سميارد أحد الآباء لواد السادس موجود إلى علاقة بأريدو، نزل إلى العالم الأسفل مثل ديموسي. يارد معناها ينزل، شوفوا حتى شوف التناظرات، يارد معناها ينزل أو يسقط ولها علاقة بأريدو، يعني فكرة نزول ديموسي إلى العالم الأسفل. أخنوخ شوي نتوقف هذا أكثر، أخنوخ هذا مفصل وهو ما يسمى أخنوخ إن من دور أنا الذي هو إدريس، هذا هو النبي إدريس، يعني الرواية الإسلامية تناظر أخنوخ مع إدريس، فنحن نقول أن الاسم السومري له هو ملك عاش في مدينة سبار، وسبار هي مدينة شمسية العبادة، ليست مثل السابقات خصبية العبادة، يعني ليست مثل هنا تختفي أسطورة تموز أو ديموزي مع إنانة، تبدأ أسطورة الشمس، أسطورة أهمية الشمس العبادة، وهو إن من دور أنا، ومعناه كذا السيد الذي ربط السماء بالأرض والذي استدعته. شو اللي خلاني أتأكد من هذا الموضوع أكثر؟ لما شفت النص العبري يقول أن أخنوخ صعد إلى السماء، ارتفع إلى السماء، وبالضبط يقول مشى برفقة الله وأخذه الله، صعد به إلى السماء. رجعت أشوف هذا الشخصية السابعة شنو بالنصوص السومرية، بالحرف الواحد يقول أنمي دار أن صعد إلى السماء، إذا واضح هو نفسه، وجلب من هناك ألواح المعرفة، ما بها يعني القضية لا تحتمل الجدل الحقيقة، لكن هناك أسطورة أوريجينال أصلية وأسطورة كوبي بلغة أخرى وبديانة أخرى وإلى آخر، تعرفون أنتم ما يحصل عليها من طبعا من ديفيشن، يعني عن شوي منها وتحويرات. فهذا سلمته اسرار الفأر والعرافه، ومثل شخصيه هرمس هو نفسه، اخنوخ هو هرمس الذي يسمى بهرمس مثلث العظمه، هرمس ترايمجستوس، الحكيم الذي رافقه اونو ابزو، ومعنى اسم شمس المياه العميقه، التوراتيون حولوه الى اخنوخ، ومعنى اسم اخنوخ المرتفع. نفس يعني ما يعني انا حقيقه تفسير الاسماء خدمني جدا، وليس لفظها الحقيقي، لفظها الحقيقي ما يوحي شيء، تفسيرها في هاي في كل واحد في لغته يعطيني فكره ممتازه. اذا شخصيه اخنوخ اسم اخنوخ هو المرتفع، وهو صحيح ارتفع الى السماء، وهناك سفر ابو قريبه اللي هو يعني غير رسمي اسمه سفر اخنوخ يشرح تفاصيل حياته وصعوده الى السماء، ولهذا الكتاب ثلاث نسخ كلها تجمع انه ارتفع الى السماء وانه هو هرمس الذي يسميه المسلمون ادريس. هذا هو اخنوخ في الروايه التوراتيه. وهذه مدينه سبار، لاحظوا هذه مدينه سبار، هاي بابل، هذه مدينه سبار، مدينة عبادتها شمسية وليست عبادة خصبية أو أرضية، عبادة شمسية هذه. وهذا أحد أهم، هذا أول خريطة للعالم التي عثر عليها في سبار. نعم، إله الشمس السومري هذا هو
لاحظوا هنا بدينا نتحدث عن إله آخر شمس، بعد ما عدنا نتحدث عن تموز. هذا إله الشمس السومري تطلع من أكتافه. السومريين كانوا يسوون شيء طريف جدا، يقولوا على إله بدون ما تقرأ تعرف هو إله ماذا. طالعين أشعة شمس، إذا هو إله الشمس. لو نروح الأنكن طالعين أشعة مي، إذا هو إله الماء. إله عشتار طالعين أعضاء ذكرية من أكتافه. الإله فلان نبات يطلعون نبات معين، الإله التراب يطلعون تراب، وهكذا. رموز إله الشمس هذا الصليب، الصليب رمز شمسي حتى عند المسيحية في بدايتها، ثم أصبح رمزا للصلب إله، لكنه هذا هو رمز. وهذا هو أيضا صليب نسميه احنا باللغة الحديثة مالت الصليب المالطي، لكن هذا من الألف الخامس في أريدو وفي ثقافة الكالكوليت. هذه النجمة الرباعية أيضا، لاحظوا النجمة في أربع أشعة الألف الخامس، ثم نجمة عشتار اللي هي 16 شعاع اللي مكونة من 8×8 يعني هاي اللي هي أصبحت فيما بعد علامة أكد الأكدين، لأن الأكدين عبادتهم شمسية. ويتذكر العراقيون أن هذه النجمة أصبحت علم الجمهورية العراقية في عهد عبد الكريم القاسم. هذا المنشار، لماذا المنشار رمز الشمس؟ لأنه يقص الظلام في الفجر، يقص الظلام، فالمنشار علم. وهذه أيضا النجمة الرباعية المضاعفة. أوروك السومرية وملوكها، مدينة أوروك هي أنوك عند العبريين، بنيت من قبل سلالة قابيل وإلى آخره. هذا يعني أحد الملوك. ميتو شالح الثامن، ميتو شالح أوبار توتو. كلمة توتو محيرة، وإذا أبحث عنها بحث دقيق جدا وأجد أن توتو هو إله الحكمة في السومرية. وظلت شوي أدقق وإذا أجد النظير لتحات توتي اللي هو إله الحكمة المصري، فهو مترابطين في أصولهم الحقيقة، إله الحكمة الرافديني وإله الحكمة المصري. انتقلت، بس يقول هالكلام اسمح لي، انتقلت الملكية إلى مدينة شروباك. هذا احنا الان في المحطة الأخيرة، المدينة التي حصل فيها الطوفان، ولكن بها ثلاث ملوك. هؤلاء الملوك الثلاثة لم يعودوا لهم حكماء، أصبحوا هم ملوك وحكماء في نفس الوقت. سنأخذهم واحد واحد لننتهي إلى آخر واحد اللي هو زيو السدرة. الجد هو أوبار توتو، ميتو شالح في العبرية. ثلاث ملوك، أولهم أوبار توتو، معنى اسمي، معنى كلمة أوبار توتو فائق الحكمة، وهو ملك وحكيم في الوقت نفسه. حوله التوراتيون إلى ميتو شالح، رجل الله أو المسلح. شالح معناه مسلح. نبو، هذا هو قلت لكم عليه. نبو هو وتحوت، يعني العبادة الشمسية مرينا عليه. نحن هناك عبادة أخرى جديدة لها علاقة بالحكمة في شروبك وليس بالشمس، ولا مثل تموز قبلها اللي هي خصب. هنا الحكمة، هذا هو الإله نبو في أثر آشوري، وهذا هو الإله تحوت المشهور جدا. التاسع هو لامك، الأب أو النبي لامك، اللي اسمه الحقيقي في المدونات السومرية شكور لام. لا لو لام، لو تقول لام وضيفوا لها الكاف يصير لامك، شكور لام. يعني شوية انقلاب باللفظ يحيي الملك التاسع، وهو الثاني في شروبا، واسمه شروبا أيضا يسمى، وشكور لام. ومعناه، ما معنى؟ مكان الشفاء الذي كتبت وصاياه في أول رقيم ونص في التاريخ، عثر عليه مؤرخا في حوالي 2600. حقيقة أول نص في العالم بكل تاريخ البشرية، أول نص مكتوب، لاحظوا، وفيه سطور مميزة المعنى، وليس مثلا بقرة سمكة، لا يعني نص تكست وليس مفرد حروف. أول نص هو هذا النص الذي اسمه وصايا شروبك. وقد قمت، أي واحد منكم بس يكتب وصايا شروبك مع اسمي يطلع لكم ترجمة كاملة لوصايا شروبك، ترجمته ترجمة حرفية تقريبا عن اللغات، وقارنتها طبعا بالأصول التي أخذت منها حرفيا. أنا وضعت بحث حرفيا وصايا موسى العشرة، لا 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 تقتل، لا تقتل، حرفيا موجودة فيها حرفيا، يعني لا تقتل لا تقتل، لا تزني لا نفسها،
لكن شوية تفصيل في الحكي في التفصيل السومري نفسه. إذا هم مو بس أخذوا القائمة السومرية، أخذوا وصايا شرباك ونسبوها إلى شخصية غامضة لا نعرف عنها شيء اسمها موسى. التوراتيون أخذوا اسم شكور لام وحولوه إلى لامك، معنى لامك القوي. وصايا شرباك هذا هو النص اللي حكيتكم عنه، ما هو داعي أفصل به لأن ورانا شغل كثير. ممثل لامك الضعيف هذا يتصور. الآن نوح، هذا هو تقريبا وصلنا إلى نهاية الآباء. مع بعدين أقرأ لكم شيء مهم جدا، لازم لابد أن أقرأ حرفيا لأنه التعبير متماسك هناك أكثر. نوح هو زيو السدرة الحكيم والملك الأخير لمدينة شرباك التي حصل فيها الطوفان، وهو يسمى أيضا عند البابليين أتولابشتم، ويسمى تسمية أخرى عند البابليين أتراحاسس فائق الحس. الملك العاشر زيو السدرة، شنو معنى زيو السدرة؟ الذي جعل الحياة طويلة، يعني الخالد الباقي اللي هو في نهاية القصة قصة طوفان يحصل على الخلود ويوضع في دلمون اللي هي البحرين، يحصل على الخلود أي المعمر والخالد. كان إلهه إنليل وإلهته ننليل، وهما يمثلان الانتصار الأخير على العقائد المائية القمرية، بينهما فاصل شمسي سبار تحدثنا عنه. ورغم ذلك أخبره إنكي بالطوفان فصنع مركبه وأنقذ الناس من الطوفان. أسمعه البابليون أوتونابشتم، معناها وجدت، معنى كلمة أوتونابشتم وجدت حياتي، وأسموه أتراحاسس فائق الحس. التوراتيون أسموه نوح، شو العلاقة؟ ومعناه الخلود والراحة. لاحظوا شوية واحد يشغل دماغه في هذا الموضوع. الخلود إلى الراحة يعني البقاء الأبدي. إذا في اسم نوح معنى البقاء الأبدي الذي يشبه معنى اسم زيو السدرة. قسم يأخذوها ببساطة نوح يعني هو النواح، هذا لا هذا غلط، هذا يعني تفريع أوروبي للموضوع، يعني نواح لا هذا غلط. معناه الخلود للراحة، أي في اسمه شيء من الخلود والسكينة والراحة الأبدية. المقارنة بين الأسطورة السومرية للطوفان ونظيراتها التوراتية شرحت في الكثير من الكتب والمراجع، وثبتت تشابههما وأن السومرية هي مصدر كل، والحقيقة هذا ما أقوله دائما. حدث الطوفان يا أخوان حدث صغير.